يعني في هذه الكفارة إنسان أفطر يوما، هل يستأنف أم يعيد في الكفارة؟ هل يستأنف؟ أم يعيد؟ ما فهمته. يعني قصدي هل يتمم أم يستأنف؟ يعني يبدأ بالإعادة من جديد إذا أفطر يوما؟ يعني تقصد يمسك إذا أفطر؟ إنسان أفطر لا قصد شيخنا إنسان في كفارته صيام شهرين متتاليين أفطر يوما من هذه الشهرين. يعني في أثناء دعي في أثناء الكفارة، الكفارة نعم، يعني صيام شهرين متتابعين. نعم أيوة. الآن السؤال ماذا؟ السؤال إنه هل يعيد من جديد أم يتمم؟ نعم، سواء بعذر أو بغير عذر، والجواب على كل وجه من نعم وجه. الله أعلم. ما يحضرني الجواب القاطع الآن. نعم، مرة سألتك هذا السؤال قلت إن كان أفطر بعذر أفطر بعذر هذا مفروغ منه، هذا أفطر بدون عذر. إيه هذا بقى السؤال، هذا بدون عذر. سمعت بقول على وجهين. كيف؟ قال على وجهين، على عذر وغير عذر. لا، إذا كان بعذر فليس هو بأخطر من رمضان، لكن أنا الذي أتوقف فيه إذا كان بغير عذر، هل ينبغي أن يستأني صوم شهرين متتابعين؟ ما يحضرني الجواب القاطع الآن. نعم، مرة سألتك هذا السؤال قلت إن كان أفطر بعذر أفطر بعذر هذا مفروغ منه، لكن أفطر بدون عذر. إيه هذا بقى السؤال، هذا بدون عذر. سمعت بقول على وجهين. كيف؟ قال على وجهين، على عذر وغير عذر. لا، إذا كان بعذر فليس هو بأخطر من رمضان، لكن أنا الذي أتوقف فيه إذا كان بغير عذر، هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ إذا قسناه برمضان فالجواب نعم، لكن الدقة أنه هل يحسن هذا القياس ولا لا؟ نعم.